دعونا نبدأ بثلاث نقاط، النقطة A والنقطة B والنقطة C. وإذا قمنا بوصل هذه النقاط الثلاث، هذه النقاط الثلاث المختلفة وهي لا تشكل خط، أي لا تقع على نفس الخط، إذا قمت بوصلهم بواسطة قطعة مستقيمة سأحصل على مثلث. أعتقد أن فكرة المثلث مألوفة لديكم. الآن ما أود فعله في هذا العرض هو أن أثبت أن الزوايا التي تقع داخل المثلث مجموعها 180 درجة. إذا كان قياس هذه الزاوية هو الزاوية A وقياس هذه هو B وقياس هذه هو C، أعتقد أننا استخدمت هذه الأحرف، دعوني أستخدم أحرف جديدة لتكون XYZ. سأقوم بإثبات أن X زائد Y زائد Z سيساوي 180 درجة. الآن دعوني أمحو بعض الأشياء لأحصل على مساحة. ما سأفعله هو أنني سأبدأ بإنشاء خط موازيا للقطعة المستقيمة BC، لكنه يمر ب A، ذلك الخط يبدو شبيها بهذا، يمكنني أن أسميه الخط L. ودعوني أكمل هذه القطعة المستقيمة إلى خط BC ليبدو خطا جميلا. إنهما خطان متوازيان حقا، إذن الخط، إنني أفترض أن الخط الموازي للخط BC، الموازي للخط موازيا للخط BC. والسبب أنني قمت بذلك لأنه لاحقا بشكل مفاجئ ضلع المثلث الآخران سيصبحان مستقيمات قاطعة يقطعان هذان الخطان المتوازيان. وإذا كنت تفكر في كيفية إنشاء خط موازي فستعطى دائما خط واحد، تجد نقطة على ذلك الخط حيث يكون الخط الموازي يمر بها التي ليست على الخط الأصلي، وأعتقد أنك سترى ذلك بوضوح عندما تتخيله. ما أريد فعله هو أن أفكر في القطعة المستقيمة AB والقطعة المستقيمة AC كمستقيمات قاطعة للخطان المتوازيان. سأكمل رسمهما ليظهروا كخطوط حقيقية وليس فقط قطعة مستقيمة. هذا الخط AB وهو أحد المستقيمات القاطعة، ومن ثم لدي الخط AC وهو يستمر هكذا وهو المستقيم القاطع الآخر، إذن هو مستقيم قاطع آخر يقطع الخطان المتوازيان، يقطع الخطان المتوازيان هنا. والآن دعونا نفكر في بعض الزوايا داخل المثلث. دعونا نفترض أن قياس الزوايا، لنقول أن قياس هذه الزاوية هو X. حسنا، نحن نعرف من الخطوط المتوازية أن هذه الزاوية التي تقع بين المستقيمات القاطعة وواحد من الخطوط المتوازية، وهناك زاوية متناظرة تقع بين نفس المستقيم القاطع والخط الموازي الآخر وهي تقع هنا. نحن نعلم أن الزوايا المتناظرة متساوية، إذا كان قياس هذه X فهذه قياسها X، فإذا كان قياس هذه 30 درجة فهذه 30 درجة، وإذا كان 70 درجة فهذه في الأعلى أيضا 70 درجة. نعلم أيضا أنه إذا كانت هذه X فالزاوية التي تقابلها بالرأس أيضا تساوي X، إذا هذه أيضا ستساوي X. الآن لنفكر في زاوية أخرى، زاوية أخرى في المثلث، لنقول أن قياس هذه الزاوية هو Y، فإذا كانت هذه الزاوية Y فما هو قياس الزاوية الكاملة؟ ما هو قياس هذه كلها؟ هذه الزاوية كاملة ستكون X زائد Y، X زائد Y إذا كانت هذه الزاوية، أعينها بالقوس الأخضر، إذا كانت هذه الزاوية تساوي X زائد Y، وأنا أتحدث عن كل هذه ستكون X زائد Y، لأن X و Y زوايا متجاورة هنا يتشاركان بضلع، فهل لهذه الزاوية الكاملة زوايا متناظرة؟ إذا كنا ننظر إلى هذا المستقيم القاطع AC، حسنا بالطبع لديها زاوية متناظرة هنا، فإذا كانت هذه الزاوية هنا هي X زائد Y فهذه الزاوية أيضا هي X زائد Y. الآن إذا كانت هذه الزاوية X زائد Y، دعوني أستخدم لون جديد، ما هي الزاوية هذه هنا؟ حسنا، هذه الزاوية عند هذا التقاطع، هذه الزاوية C هي زاوية مكملة لهذه الزاوية الأرجوانية، إذن
إكس زائد واي زائد علامة الاستفهام إكس زائد واي زائد هذه الزاوية علامة الاستفهام تساوي 180، ضلعيهما الخارجيان يشكلان خط مستقيم، إذن هما مكملتان، والزاويتان اللتان ضلعيهما الخارجيان يشكلان خط مستقيم مجموعها 180. وإذا قمنا بطرح إكس زائد واي من طرفي المعادلة يصبح لدينا علامة الاستفهام تساوي 180 ناقص إكس ناقص واي، إذن هذه ستساوي علامة الاستفهام تساوي 180 ناقص إكس ناقص واي. والآن بعد أن عرفنا كيف يمكننا تحديد قياسات هذه الزوايا الثلاث، دعونا نجمعها. لدينا إكس هنا وهي واحدة من الزوايا الداخلية للمثلث، إكس زائد، ولدينا واي هنا، إذن إكس زائد واي، ولدينا هذه العبارة هنا زائد 180 ناقص x ناقص y. إذا ما مجموعهم النهائي هنا؟ هذه x تحذف مع هذه ال x، وهذه y تحذف مع هذه ال y، وسترى أن مجموعهما سيساوي 180 بالضبط. إذا لقد قمنا بإثبات أن مجموع زوايا المثلث الداخلية، مجموع زوايا المثلث الداخلية لأي مثلث مجموعها 180 درجة.